منطقه ثانيه حتى في كل حاجه في كل. لان احنا بص احنا زمان معلش مع ان ما فيش كانش في، لكن التربيه زمان واخد بالك والاعتماد على الله ثم النفس زمان كان موجود بشكل كبير جدا فكان ربنا بيعديها معلش. انما دلوقتي لا الامور اختلفت، اجيال اختلفت من اجيال لاجيال اختلفت. احنا كان ممكن نلعب الظهر مثلا كان بيعدينا قوه تحمل لان كنا بنلعب في مراكز الشباب الوضع في الظهر مختلف خد بالك ممكن لا على كنت بتتمرن الظهر كمان فبالتالي الادابتيشن التعود يعني ايوه الظهر ده فين وفين لما نلعب بالليل، فين وفين لما يكون ماتش ودي، فين وفين لما يكون ماتش في افريقيا حقيقه. فاحنا اجيال اختلف من جيل لجيل حاليا كل حاجه لازم تعملها الاداره بحسابات، كل حاجه الاداره موجوده عشان كل حاجه تبقى موجوده للاعب تخدم اللاعب عشان هو يؤدي على اكمل ما يكون. صح. في نفس الوقت اللاعب لازم يعرف انه عنده وظيفه وعنده مهام وعنده واجبات لازم ينفذها عشان نوصل للي احنا عاوزينه في كره القدم. طيب بما اننا بنتكلم عن كره القدم الماتشات بتاعت رمضان يا كابتن ربيع، حضرتك قلت دلوقتي ان الصبح حاجه وبالليل حاجه، ولكن هل اللاعب بيختلف في رمضان؟ لاعب كرة القدم بشكل عام بيختلف في رمضان بمعنى انه بيبقى عنده المقدرة ان هو يبقى بالليل قادر يلعب مباراة وتاني يوم يصوم وبعد كده بعدها بيومين ثلاثة يسافر ويرجع يلعب مباراة وهكذا؟ أنا جربت الاثنين. أنا جربت لعبت في النهار وأنا صايم وبالليل وأنا صايم، وخدنا رحلة أوروبا لما وصلنا كأس العالم 90 كلها أوروبا في رمضان. كلها رحنا وهناك مفيش بقى. لا كلها رحنا ثلاث اربع بلاد على ما اتذكر. طبعا وكلها يعني قصدي جربت وجربنا، وحتى مع النادي الاهلي لعبنا ماتشات بعض ماتش الزمالك جبت فيه ده كان بالليل. لا بالليل في رمضان الليل في رمضان. الليل بيختلف قبله الترسانه كان الظهر بعده الترسانه او بعده الترسانه كان الظهر. الامور لا بالليل شو انت يعني لما بتلعب وانت صفاطر اكل كويس نايم كويس واخد التغذيه بتاعتي كويس واخد حاجاتي مأمن نفسي كويس مأمن معدتي مأمن كل الاحوال اللي عندي بغير وانا صايم يعني بص صايم 12 او 14 او 10 او 8 ساعات كتيره جدا مش ممكن اللعيب هيأدي وهو صايم ما ينفعش. فين وفين وفين حاجات كتيره جدا اللعيب لازم ياخدها قبل ما ينزل الملعب عشان يقدر يطلع اللي عنده يا اسلام. انما العب ممكن العب 20 دقيقه ممكن العب 30 دقيقة ممكن انما 90 زمان كان التغيير ثلاثة كمان بس مش خمسة ولا اثنين ايامهم اثنين كمان اثنين يعني بص ال 11 ايه يعني اللي هيطلع هيطلع كل الماتشات في بطولات كاملة اتلعبت وهم صايمين يعني دوري حتى محلي بيتلعب وهم صايمين وبيتمرنوا كل يوم وهم صايمين يعني في رمضان دي حقيقة. بس خلي بالك التعود في مثل هذه الامور ما اعرفش طبعا الكابتن ربيع انا عمري ما كنت بتمرن الصبح والماتشات اللي كنت بلعبها الصبح وانا صايم يعني انا فاكر كان كابتن مستر مانون جوزيه كل السنه التمرين 8 الصبح 9 الصبح بالظبط يعني ويجي في رمضان 10 بالليل التمرين. انت عارف احنا مره عملنا فتره اعداد في مرسى مطروح النادي الاهلي كلها بالنهار الصبح فتره اعداد ياه والله سنه 81 مع مستر ديكوتي ما انت